رجعنا تاني، موعدنا الأسبوعي كل يوم سبت في نفس الميعاد مع برنامجكم صباح بكرة أحلى. ما زلنا في حرب أكتوبر 73، وما زلنا في هذا الشهر، شهر العزة والكرامة، شهر الانتصار لمصر وللعرب أجمعين. والبداية ابتدت من هنا يا جماعة، ابتدت الحكاية من أول ما انتصرنا والعرب اتحدوا مع بعضهم. مفيش حد في أي دولة عربية ما اتحدش مع مصر، سواء ليبيا، السودان، السعودية، الإمارات، الجزائر، المغرب، كله ساهم. ومن النقطة دي يا جماعة كانت هي البداية، عرفت إسرائيل والدول المعادية لمصر، عرفت إن الاتحاد للعرب مصيبة بالنسبة لهم. الاتحاد للعرب هو دوت اللي هيمحيهم من على ظهر الأرض. احنا ما بنمحيش حد، احنا السادات راح الكنيسة عشان خاطر يقول لهم السلام، بس السلام بالسلاح وبالقوة، وبإنك انت يعني خلاص، يعني احنا دلوقتي بنقول لكم السلام بعد ما انتوا عرفتم ان احنا نقدر ان احنا نقف قدامكم. ومن هنا هو لما راح الكنيسة يعني قدر يقول لهم ان احنا موجودين. هنطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا تاني، صباح الامل، صباح السعاده، صباح بكره احلى. وزي ما قلت لكم، عرفوا ان اتحاد العرب هي بالنسبه لهم مشكله كبيره، فابتدوا يفكروا ازاي يحاربونا من غير سلاح. وقد كان ابتدوا يفكروا في ان اسهل طريقه او ارخص طريقه هو الارهاب، وبالتالي في دول كتير اهلها وشعبها هم اللي بهدلوها، ده اسهل بكتير قوي. طبعا زي السودان بقت شمال وجنوب، ومع ذلك لسه في مشاكل برضو، زي ليبيا بيفككوها، زي سوريا دلوقتي. بمناسبة سوريا، احنا برنامج صباح بكرة احلى بيشجب ما تفعله تركيا الان على الاراضي السورية، وهو سيادتها، سيادة سوريا على الاراضي السياسية اللي بيضمنه القانون الدولي انتهاكته تركيا واردوغان، وديت مسائل مصالح ولكن بالتعدي على الدول العربية. عايزين نقول ان لازم الناس تفهم، احنا في شهر اكتوبر، في شهر اكتوبر شهر الانتصار لمصر وللعرب. كل ما بيجي الشهر ده بيزعلوا قوي، حتى لما فيلم الممر لما اتعرض لقوا ان الوطن العربي كله وشعب مصر كله التف حوالين الفيلم، كتبوا بعض من الكتاب الاسرائيليين وقالوا هم ليه بيفكرونا بخمسين سنة عدت، حرب اكتوبر 46 سنة، لكن هم من قبل كده هوت عايزين يعني يقولوا ان انتوا انسوا، لان في كتير جدا من الشباب المصري الموجود حاليا ما حضرش 73، ما حضرش 67، ما حضرش اللي عملته اسرائيل. فهو مش عايز الشباب يفهم ولا يعرف الناس دي ايه عشان يقدر ان هو يحاربهم في افكاره. احنا ادركنا الكلام دوت، واحنا يعني نرجو ان انتوا كمان تدركوا الكلام دوت. انا بعمل اسيست حمله اسمها حمله الرد الالكترونيه، وهي حرب عن الاشاعات اللي بتحصل، عشان يعني نحاول بقدر الامكان يبقى في درع دفاع من المواطنين والشعب المصري. احنا عايزين 100,000 جندي مقاتل. تحيه لشهداء مصر الابرار ولجنود مصر الابرار، تحيا مصر وتحيا جيشها وقيادتها ورئيسها. أعزائي المشاهدين، معانا النهاردة في الحلقة فقرتين، الفقرة المعتادة، رجالنا تاني المستشار يسري محمد أحمد شهاب المحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا وسهلا يسري بيه. طبعا أنت الحلقة اللي فاتت كان عندك قضية في طنطا، وطبعا خدت براءة زي ما قلت على الهوا ده الحلقة اللي فاتت، صح كده؟ كان عذر قهري، وكنت أتمنى إن أنا أكون مع حضرتك يعني. لكن طبعا موجود معانا إن شاء الله، يعني لأن إحنا في البرنامج بنصحح المفاهيم القانونية لدى المواطن، بنعرفه إيه اللي ليه وإيه اللي عليه، ودي مسألة مهمة جدا.
باسلوب المستشار يسري شهاب البسيط الجميل، اللي هو يعني في كتير جدا جالنا تليفونات بتقول ان هي ابتدت تفهم في القانون بعد الفقره القانونيه اللي مع المستشار يسري شهاب. عندنا الفقره الثانيه معانا الاستاذ احمد عبد القادر. استاذ احمد عبد القادر قيادي من قيادات حزب مستقبل مصر ومن مؤسسين هذا الحزب ورئيس جمعيه بيبا للتنميه. هنتكلم في مواضيع مهمه جدا، انتظرونا. نرجع تاني لسياده المستشار يسري محمد احمد شهاب، اهلا بيك واهلا، نورت. صباح بكره احلى من اول وجديد. اهلا وسهلا. بنقول يا ترى ايه عقوبه يعني الاهمال في تربيه الحيوان؟ بص يا كبير، دي حاجه جديده اهي. حاجه جديده. واحنا دايما في صباح بكره احلى كل حلقه لازم نقدم الجديد للناس من الناحيه القانونيه. تمام، زي ما حضرتك قلت، علشان الناس تعرف ايه اللي ليها وايه اللي عليها. تمام. ما لها من حقوق وواجبات. الحيوان بصفة عامة، علشان نتحدث عن الإهمال في الحيوان يجب في عجلة سريعة جدا ان احنا نعرف ايه هو الحيوان. في حيوان الدواب اللي هو حيوان الركوب زي الحمار والحصان والجمل. ايوه. في حيوان مستأنس زي الكلب والقطة. ايوه. في حيوان مفترس دار زي الاسد. الاسد وبيربوه في دول الخليج، ما اعرفش بيبقى ماشي زي الكلب ماشي جنبيه. القانون المصري. في تاني اللي هو حيوان الماشيه اللي هي الابقار والاغنام والماعز. فالنهارده علشان نيجي نتكلم عن الاهمال، يوم 6/10 قريت في احدى الصحف الدكتوره مها صابر مديره عام حديقه الحيوان. تمام. قالت ايه؟ قالت ان اخر فيل في مصر توفى. صحيح. نتيجة الإهمال. إذا كان نتيجة الإهمال هم قالوا إن هو جات له جلطة قلبية، ولكن برضو النهاردة لما يبقى ما فيش غير فيل واحد في مصر ويموت، يبقى ده إهمال ولا مش؟ والله أنا لفت نظري موضوع يبقى فيل واحد، يعني ما عرفوش يجيبوا يعني فيلاية معايا عشان يعني ينموا الموضوع. ما تمش. ده المفترض إن حديقة الحيوان دي كان يتعمل فيها مزارع للحيوانات. صحيح. النهاردة عشان تقول لي آخر فيل في مصر توفى، يبقى ده إهمال. فأي إهمال في تربية الحيوان أو في رعاية الحيوان، قانون العقوبات حكم على هذا الشخص بالغرامة. ولكن إمتى يكون هناك حبس وإمتى يكون هناك سجن بالنسبة للحيوان؟ إذا قام أحد الأشخاص بقتل حيوان عمدا بدون أن يكون هناك مقتضى من الأمور. ما فيش سبب، يعني أنا ما ينفعش إن أنا أقتل حيوان، يعني ما ينفعش أقتل كلب مثلا؟ لا طبعا ما ينفعش. إذا كان كلب دار، فالقتل بالنسبة للحيوان الدار أنت تبلغ السلطات، والسلطات هي اللي تقرر إذا كان دار ولا مش دار. لكن أي شخص يقوم بقتل حيوان دون مقتدى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور. يعني هنا هو دي العقوبة. طب الإهمال، يعني نتكلم الأول في إهمال الحيوان، يعني هل إهمال الحيوان يعني ليه رادع قانوني؟ يعني أنا مثلا قفلت على قطة ما أكلتهاش، قفلت على كلب ما إذا أكلتهاش. تسبب هذا الإهمال في نتيجة سيئة للحيوان. يعني إذا أنت أهملت وتسبب هذا الإهمال في الوفاة، فيجب أن نفرق بين شيئين. هذا الإهمال عمدي أم غير عمدي؟ إذا كان الإهمال غير عمدي فده بتبقى عقوبته الغرامة، أو بترد الشيء إلى أصله، بمعنى إن أنت بتعوض صاحبه بمبالغ مالية. لكن ده إذا كان ليس هناك عمد. أما إذا كان هناك عمد فدي عقوبتها الحبس. قد تصل العقوبة إلى 7 سنوات سجن مشدد. 7 سنين. طب يسري بيه هنا هوت، يعني هل العقوبة دي لصاحب الحيوان زي صاحب الكلب مثلا، ولا حد آخر غير صاحب الحيوان دي؟ الفاعل. ايا كان الفعل، حتى لو كان صاحب هذا الحيوان. هنقول ان صاحب الحيوان ممكن يشتكي حد غير صاحبه اللي هو مثلا تسبب في اذيته، لكن مين اللي هيشتكي اللي هنا صاحب الحيوان؟ يعني اهل الكلب هم اللي هيرفعوا القضيه؟ لا، هو مش قصه اهل الكلب. اتفضل. هو لو هو عايز يتخلص من الحيوان الخاص بيه يتخلص بيه. زي الفلاح عنده ماشيه بيذبحها، او الجزار بيذبحها،
ولكن القتل، انا بتكلم على القتل اللي بدون مقتدى. انت تقصد يعني هو يبيعه لو مش عايزه مثلاً، او يديه لحد لكنه ما يأذيهوش حتى يعني. لا يقوم بالقضاء على الثروه، الثروه القوميه دي ثروه حيوانيه. النهارده لما يجي القانون يقول ان كل من قام بقتل حيوان ليلا يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 7 سنوات ليلا يا سيادة المستشار. ليلا. طب ولو الصبح تختلف؟ لا بتختلف الصبح. مفيش ظرف مشدد. الصبح بتبقى الجريمة في وضح النهار فممكن اي حد يشوفها. لكن المشرع ليه شدد العقوبة ليلا؟ لان ليلا فيها نوع من انواع التعسف والاكراه والتضليل. فكل من قام بقتل حيوان دون ان يكون هناك مقتدى ليلا زي سرقة بالإكراه. لما يكون هناك تعدد ويكون هناك ليلا يبقى ده ظرف مشدد. ليه الظرف المشدد هنا؟ علشان انت هنا بتمنع اي حد ان هو يقاوم هذه الجريمة بالنهار. في 1000 واحد هيقاومك بالتلصص يعني يا ساتر. بالظبط كده. لكن اصل احيانا ممكن كلبي يهوى عليا او يفترسني او فانا ده متهيألي ده يبقى دفاع شرعي. ده لا بالنسبه للحيوان الضار. احنا اتكلمنا عن الحيوان الضار. اذا تعرض ده بيعاقب صاحبه كمان لان هو سايب كلب ضال في الشوارع يضر بالناس. هي دي عايزين سعادتك نتكلم فيها برضو، لان في كتير جدا من الناس يعني بتحاول انها ترهب الاخرين بالنسبه للحيوانات اللي معاها زي الكلاب المتوحشه او كلاب بتبقى كلب كبير جدا بيرهب الاخرين، وده احنا سعادتك عايزين نلفت النظر ليه. اتفضل. النهارده كل شخص يحرض كلب على حد ده يقع تحت طائله نص الماده 375 مكرر من قانون العقوبات وهي البلطجه. تدخل تحت بند البلطجه اللي حضرتك كنت اتفضلته وكلمت فيه. لان الكلب ده يعتبر اله او اداه بيستخدمها هذا الشخص لترويع الامنين. تمام. فلما روع الامنين وبس نفس الخوف في اي شخص امن ده يعد بلطجي يقع تحت طائله القانون. تمام. الاهمال هنا في الحيوان يا سياده المستشار، يعني مثلا احنا اتكلمنا على الكلب، مثلا القطه مثلا، يعني ممكن انا كجار شفت ان حد بيعذب قطه بيعذب كلب ممكن اروح اشتكيه؟ يعني انا اعمل ايه لو انا موقف زي ده حصل يعني؟ هو اولا هو في جمعيه الرفق بالحيوان هي المختصه ان انت تبلغ بالكلام ده، ولكن هو كل شخص يهمل في تربيه حيوانه هو اللي بيقع تحت طائله القانون. تمام. يعني احنا بنقول للناس ان في عقاب لاهمال الحيوان بوجه العموم، وفي عقاب لمن يعتدي عليه او يقتله، لان القانون المصري كمان وقانون حقوق الانسان ضمن الجزئيه دي. طيب نخرج من الموضوع دوت على موضوع الاتلاف العمد يا سياده المستشار. ايه؟ الو، معانا مداخله تليفونيه. مين معانا؟ استاذ وجدي، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، مين معانا؟ نشكر حضرتك على البرنامج الهادف اللي بيستفيد من الناس. معاك فهيم محمد يا فندم. استاذ محمد؟ فهيم محمد. استاذ كريم محمد، اهلا وسهلا. كريم محمد. فهيم. ونرحب بضيفك سياده المستشار يوسف الشهاب. اهلا وسهلا يا استاذ فهيم. يعني شرفت باتصالك. صباح بكره احلى، صباح النشاط والحيويه والرزق. وبنشكرك على الكلمتين الحلوين دول. في سؤال لسياده المستشار؟ في سؤال لسياده المستشار يوسف الشهاب. اتفضل يا فندم. لو واحد هدم جسر بيعبر عليه الناس من بلد لبلد، دي فيها عقوبه ولا؟ لو واحد عمل هدم ايه؟ جسر. بيقول لك عدي سنه ولا تعدي انا. يعني واحد هدم جسر الناس بتعدي عليه. في عقوبه دي حضرتك ولا؟ تمام. في سؤال تاني؟ الله يبارك لك، يعني نبارك لحضرتك على نجاح هذا البرنامج. ربنا يسعدك يا فهيم بيه. صباح الامل، صباح السعاده، صباح بكره احلى. سياده المستشار يسري محمد احمد شهاب هيرد على سعادتك دلوقتي حالا. ايه الموضوع؟ استاذ فهيم هو بيتكلم بيقول ان لو حد هدم جسر الناس بتعدي عليه، يعني طائله القانون ولا لا؟ هنا هنفرق بين حالتين اتنين. الحاله الاولانيه اذا كان هذا الهدم عمدي او غير عمدي. اذا كان هذا الاتلاف غير عمدي، يعني هو معدي مثلا بالعربيه ووقع هذا الجسر، فيوقع عليه عقوبه الغرامه ووضع الشيء لمكان عليه. يرجعه تاني كان عليه. زي ما كان عليه. ده لو هو بلا قصد. اما اذا كان هناك قصد فدي تعد جنايه ويعاقب بالسجن المشدد
ليه سجن المشدد؟ أيوة. لأن الجسر ده هدمه عمدا قد يتسبب في غرق بعض المرة. فدي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن المشدد. تمام. طب هنقول لو الدولة اللي عملته بقى، يعني حد لو من الدولة اللي هدمته، مش الدولة، حد من أفراد الدولة في حي، في مركز، في مدينة، عمدا بلا يعني ترتيب، لا عمدا يعاقب زيه زي أي مواطن عادي، يعاقب إذا كان هناك عمد، إلا إذا كانت الدولة هي اللي بتخطط لدولة، إلا إذا كان بقى نزع ملكية خاصة للمنفعة العامة. إذا كانت الدولة بتعمل كده بتشيل الجسر عشان تعمل كوبري مثلا، فدي منفعة عامة. لكن لو شخصية عامة سعادتك، لو شخصية عامة وهناك عند أو قصد، لا طبعا دي جناية. توصل إذا كان شخص عادي أو شخص من 3 سنين لسبع، لا من السجن المشدد قد يصل عقوبته إلى 15 سنة سجن للدرجة دي، ويزيد العقوبة إذا تسبب في إزالة هذا الجسر بغرق أحد الأشخاص وموته. طيب، يعني أظن أستاذ فهيم المستشار يسري محمد أحمد شهاب رد عليك في الجزئية دي. لو قاصد سجن مشدد، خلي بالكم هو حد يعمل القصص دي خالص. طيب نرجع بقى للمستشار الجميل يسري بيه شهاب، بيقول لك ابو ضحكه جنان يعني. عايزين نقول الاتلاف بقى العمد بوجه العموم، يعني احنا عايزين ايه؟ احنا اتكلمنا في حكايه الجسر، الاتلاف العام مثلا كسر، يعني لمبه بتنور، كسر مثلا شيء في بوجه العموم من اطفال مثلا، من حد ليه ولايه، يعني مثلا اطفال وفي ولايه عليهم، مين اللي يتحاسب بين الاطفال لا ولا كان لا اذا أو كان لا الطفل اذا كان الطفل ارتكب اي جريمه، فاحنا اتكلمنا في قانون الطفل وقلنا ان الطفل نوعين، طفل لم يتجاوز 15 عاما، ايوه، وطفل تجاوز 15 عاما ولم يتجاوز 18 سنة. انا بحب تراجع معلومات للناس عشان الناس بتستفيد من المعلومات القانونيه دي. الطفل اللي بيرتكب مخالفه او جنحه بيعاقب عنها ولي امره، إذا كانت المخالفة عقوبتها الغرامة، أما إذا كانت الحبس فالطفل لا يحبس، إنما الطفل يحكم عليه بالإيداع، أيوه، في مؤسسة رعاية أو مؤسسة عقابية. أيوه. نرجع بقى لموضوع الإتلاف. نص المادة 361 من قانون العقوبات قالت إيه؟ كل من أتلف أو خرب عمدا أموالا ثابتة أو منقولة أو عطلها أو جعلها غير صالحة، بشرط أن تكون هذه الأشياء غير ملكا له. يعني إذا كانت بقى ملكا للأشخاص للعامة يعني. إذا كانت ملكا للأشخاص أو ملكا للجهات الحكومية. فإذا قام بهذا الإتلاف عمدا وقيمة التلفيات بسيطة لا تتجاوز 50 جنيه، زي ما حضرتك قلت ممكن لمبة لم تتجاوز 50 جنيه، فالمشرع في نص المادة 361 قال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كانت القيمة لا تجاوز 50 جنيه. طب إذا جاوزت 50 جنيه، أيوه، قد تصل العقوبة إلى حبس لمدة 2 سنين. وإمتى بقى تكون جناية؟ إذا كان هذا الإتلاف أو التخريب تعطيل لمصلحة عامة. يعني ايه تعطيل مصلحة عامة؟ يعني بسبب هذا التخريب مثلا عطلوا طرق المواصلات، عطلوا طرق الاتصال، التلغرافات مثلا، عطلوا اي وسيلة من وسائل المرافق في الدولة، قطعوا المية، قطعوا مرافق الصرف، كل ما هو خاص بمصلحة عامة اذا كان هذا الاتلاف او هذا التخريب عمدا لحق بمصلحة عامة فتصل العقوبة إلى 5 سنوات بالسجن المشدد. السجن المشدد. طب في أحيانا بيبقى في أصحاب شقق أو بيوت أو عمارات يقول لك إيه، أدوس على الساكن بإن أقطع عليه المية، هل دي فيها عقوبة؟ طبعا. حتى لو ليه حق يعني، حتى أولاً لو هو في شروط التعاقد، في شروط التعاقد، في شروط عقد الإيجار. أيوه. قانون 4 سنة 96 قال إن العقد شريعة المتعاقدين. تمام. إحنا بنتفق في عقد الإيجار على ان العلاقه بين المالك والمؤجر او المؤجر والمستاجر، المالك والمستاجر، العلاقه بينهم بتبقى مشروطه بعقد، ان المستاجر بيقوم بدفع القيمه الايجاريه مقابل ان في ميه وفي نور وفي صرف وفي خدمه اللي هي العوائد، الضرائب العقاريه، كل هذا مقابل ان هو يقوم بسداد القيمه الايجاريه في الميعاد المستحق.
طب احيانا بيبقى في فلوس على المستاجر، مثلا نور سلم، نور ميه، كلام زي ده، اللي هم بيبقوا مشتركين مع بعض، هل من حقه في الحاله دي يقطع عنه الميه ولا مش من حقه؟ هو يتجه الى انهي لا طريقه؟ ما يقطعش عنه الميه. دي تسمى اجره البواب، نور السلم، الميه، النور، كل دي تسمى بملحقات القيمه الايجاريه. ملحقات القيمه الايجاريه. فيحق للمؤجر ان هو يقوم بدعوى طرد للمستاجر اذا لم يقم بسداد القيمه، الملحقات القيمه الايجاريه. الوقت بياخدنا معاك ومش عارف ايه الحكايه. احنا عندنا سؤال هنساله الحلقه الجايه، اللي هو هل في عقوبه بالنسبه للحرق العمد؟ ده طبعا يعني هنساله السؤال الجاي، لان الوقت معاك بياخدنا بسرعه وبيجري بسرعه. كلمه اخيره للمستشار محمد احمد شهاب المحامي بالنقد ضد السوريه العليا. انا دايما يا فندم سعيد بلقاء حضرتك وجدي بيه وزيري حبيبي الاعلام حبيبي المتميز الجميل، وصباح بكره احلى، واحنا دايما معاكم ودايما مع جميع المشاهدين. أيوه. للرد على جميع التساؤلات القانونيه لمعرفه الحقوق والواجبات. بنشكرك وانت شخصيه جميله، وبنشكر المشاهدين على المشاهدات الطيبه ليهم. صباح الامل، صباح السعاده اعزائي المشاهدين. فاصل ونرجع تاني مع الاستاذ احمد عبد القادر، رئيس جمعية بيبا التنمية، قيادي بحزب مستقبل وطن. ما تروحوش في أي مكان، انتظرونا.